تفضل. السلام عليكم. يا مرحبا، اهلا استاذ وليد، كيف الحال؟ يا مرحبا، بشرنا عنك. طيب خليك طيب. ارتاح. الله يحييك، كيف الامور؟ ارتاح. ان شاء الله طيب. نقعد هنا ولا هنا؟ اللي يناسبك ويناسب المخرج. يا الله يا رب. بشرنا عنك ابو مجد. والله بنعمل. وش السالفه ابو مجد؟ والله شوف يا خالد، انا بحكي لك اللي صار بالضبط. اي عسى خير يا رب، الله يجعله خير. قاعد اكتب على السبوره، فجاه ضرب الباب ضربه مش طبيعيه. انا انفجعت، فدخل وانا ما ارضى وانا كيف ما ايش في. انا في البدايه توقعته ايش؟ يمزح. جاريته انا ام بدا شال الكره الارضيه ورماها حق الزرع هذا. لو تشوف الفصل شكله مدمر، دمر الدنيا. رجعت اقول له محمد انت من جدك في شيء يا اخي؟ انا اتوقع ان الموضوع عادي. اللي عمله حاجة تدل ان في شيء كبير ساير. ما تعرفه؟ انا ما اعرف، ما قال لي ولا مثلا، لانه يعني انا شفت اتصالات صراحة، جوالي كان صامت واستدعوني قالوا لي لازم تجي. رديت على الاتصال بعد صلاة شمراني وقالوا لازم تجي، فقلت له اليوم ما عندي يعني ما عندي شيء اليوم وكذا، فقالوا لازم تجي. فجيت بناء على هالمشكلة، ودي اعرف بالضبط اذا كان طيب الشمراني موجود صح؟ بيجي يا شباب؟ طيب مفروض انه بيجي الان الشمراني. طيب انا من رايي انك تفهم منه وتقول له ليه. يا اخي انا ما اعرف، احنا كلنا نعصب صح؟ انا عصب. الكلام هذا ما يسكت عنه، انا ماني ساكت. الكلام هذا ما راح يسكت عنه ابدا، واخرت هناك. اول شيء اقصر صوتك. الله يحفظك استاذ محمد، كيف حالك؟ لا تقول لي اقصر صوتك. السلام عليك. لا تقول لي اقصر صوتك. السلام عليك. تسمعني ولا ما تسمعني؟ السلام عليك. انت ما تدري شو المصايب اللي احنا فيها. طيب سلام محمد. السلام عليك. اول شيء السلام عليك. احترم نفسك استاذ محمد واجلس بهدوء. معليش بس بهدوء غصبا عني. سيت داون يعني سيت داون. انت معلم يعني. سيت داون استاذ خالد. سيت داون. انا اختار بس الموضوع. ايه يعني صراحه يزعل الموضوع، يزعل يا استاذ خالد. يا حبيبي في ديت انا ما حقول. ليش؟ انا خاف اللي تعمل في الفصل يتكرر هنا. معليش والله لا تسمح لي انا بمشي. على راحتك، انا ودي انك تبقى بس على راحتك، ما ودي اضغط عليك لاني ما الومك من اللي شفته. لا بمشي انا خلاص. معلش اللي تعامل قدام اليوم اقل شيء يقال انه ما في اي احترام. ايش في؟ لا احترمتني ولا احترمت الفصل، عدمت الدنيا كلها. امشي انت ما شفت دقيقتين احترام. توكل على الله. ولا ثلاث دقائق ما عندك شغل تكمل الحلال. توكل على الله. ايش خنقله يا اخي احنا. خلاص انا بحلها. خلينا نخلص. بشرني عنك. ماني مبسوط. ليش؟ من الشيء اللي يسد النفس. اللي هو من البثاره اللي بنعيشها. اللي هي من من من, من الحشره اللي بيدخ في كل صغيره وكبيره. بغض النظر عن كل شيء يصير يا استاذ محمد، ضبط الاعصاب مطلب صح ولا لا؟ وانتوا علمنا هذا الشيء. بس تعرف المعاناة اللي قعدنا عليها استاذ خالد؟ والله لو انه يجيك ماني بقايل انك تضبط اعصابك تقدر. انت قدوة في البرنامج على الاقل. عندك فريق كامل، عندك فريق كامل انت. بعدين يعني وش الشيء اللي يخليك تشتغل بالوضع هذا وتزعل؟ يعني ترى ما احد متضرر هذا الموضوع الا انت. صحتك. والله اني صادق. عطني وش السالفة؟ راعي الهيلوكس شفت الهيلوكس حقه برا. وش المشكلة؟ الحين ابرد ما انا اسف. وش حرمة عندي ابرد ما عندك؟ لا بس انا اعرف. انت عارف المشكلة يا استاذ خالد، عارف المشكلة. اعرفها بس يعني ما يستاهل الموضوع كذا هالاوفر. لا يستاهل. كيف ما يستاهل؟ اقنعني. انت بالنسبة لك يمكن ما يستاهل، بالنسبة لي يستاهل. انت طيب. عارف المواقف السابقة اللي بيني وبين الرجال هذا في كل صغير كبير دخل خشمه. والله يا سلام. راعي مصايب، راعي بلاوي. احتمال كبير ان اترك البعض يسبه. وانت عارف الشيء هذا يا استاذ خالد. اعرف سامح بعد. ريلاكس وان ريلاكس. الشيء الثاني احنا عندنا مشاكل في المدرسه وجايين نضبط الوضع. الموضوع بسيط واحنا عارفين من بدايه. يعني انت ما تعرف هذا الشيء انه موجود عندنا؟ عارفين من لا ما كنت ما توقعت انه ما كان فيه من الاساس هو. انت ما كنت موجود الاسبوع الماضي واللي قبله. وانا من وقتها قلت في الهواء. لو ادري انه موجود صدقني ما اقعد. كيف؟ شلون؟ كيف؟ معناني امشي ما اقعد، اتوكل على الله. طيب طبعا في شروط جزائيه طبعا في المعهد عندنا في شروط جزائيه. لا تقعد تلفون ذراعي انتم.
ما الف ذراعك انت الموقع على اوراق ولا احنا ها والله جد. وبعدين اداره المعاد هي اللي قررت وهذا فصلك انت يعني بتضبط الامور بعدين انت انا ارجع اعيد واكرر انا برجع والله شيء نصيحه لك وبكيفك سوي اللي تبغاه والله معي تسمعني انا اسمعك لكن مو بعجبك الكلام الوضع مو عاجبني طيب يعني انا ما عندي كلام صراحه الا انه يجب انك تروق وتنبسط وتستانس وتقبل الامور على ما ابروق لكن شوف لي حل ابروق اذا الرجال هذا ما شفته قدام عيني ابروق اذا فكيتني من شر لا والله انا جاي الصدق والله والله انا جاي الصدق والله تعشيت انت الموضوع اكبر من العشاء استاذ خالد لا ما في الا العشاء الموضوع ما يسكت عنه انت عارف الشيء هذا بعد الساعه 8 لا يوجد شيء اهم من العشاء يا استاذ خالد ما هي اول مره المشاكل تصير ايش فيك يا اخي ما عليك انت بس انا بسال سؤال انت مين اللي ما عندك معاه مشاكل والله جد مين اللي ما عندك مشاكل معاه احد اشتكالك مني انت ايه من ما اقدر اقول اسمه الان ليش في شيء معصب لا بس انت معصب الان ما ينفع مو من المصلحه العامه لا لا تتهمني وبدون ما تهمني اسماء انا عندي اسماء موجوده والله العظيم اعطيني اسماء من علمني من اللي جاك واشتكى مني أول شيء لا تكلمني بهذه الطريقة. أنا وكيل مدرسة. إذا أنت مرة معصب ممكن نتقابل في وقت ثاني. أما هذا الأسلوب أنا ما أتقبله. وأنا جاي اليوم عندي أشغال ترى وهذا الوقت أصلاً مو وقتي وعندي عقوبات وعندي سوالف ثانية وعندنا ناس جايين وكذا. فأنا والله يعني إذا أنت مرة منضغط هذا ما تقدر تتحكم في أعصابك نأجل النقاش حبة. أستاذ خالد شوف لي حل الموضوع. انت موجود هنا وكيل واحنا نعتمد عليك بعد الله عز وجل انك تشوف لي حل المشكله هذه طيب ما تتعامل مع بحلها ما في اي مشاكل على خشمي بحلها بس بشرط بس بشرط جاوبني على هذا السؤال من هو الشخص اللي انت متعايش معه وما عندك مشاكل معه بس جاوبني على هذا السؤال وابشر بالحل انت عارف صايرته برا قايل لي كان الهيلوكس يا اخي شفتها والله داري بس انا اسالك سؤال ثاني انا اسالك سين وتجاوبني جيم انا بس ابغى اعرف انك تعطيني من الشخص اللي انت متوافق معه ما يحتاج ان اعطيك اي اجابه انت عارف رجال هذا عنده مشاكل مع البشريه كلها مو معي انا بس على راحتك على راحتك على راحتك عموما الموضوع عندك واستاذنك استاذ خالد واتمنى تشوف حل جذري للموضوع هذا وانا استاذنك تهدي اسلوبك وتغير هذا الاسلوب والله يحفظك يا رب نتفاهم بعدين ان شاء الله خلصت الله يحفظك يا رب جيبوا لي خلاص الله يحفظك يا حبيبي سعيد ابغى الطالب سعيد المسابق سعيد يا رب بسم الله اخي والله العقليه بعض الناس بعض يعني اي دون نو يلا 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 جيبوا لي سعيد يا اخوان جيبوا لي سعيد ريثما ياتي سعيد ابغى نعرض المقطع نقدر نقدر ولا ما نقدر بسم الله فتحنا هاشتاج